بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا. دائبة مدرسة الإمام سيد بن سلطان للتعليم الأساسي من 11 إلى 12 على مواكبة التطور الحاصل في مجال التعليم. من هذا المنطلق كان افتتاح المركز التقني لهذا اليوم تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، لإعطاء حافز لأبناء الطلاب للتعرف على ما وصلت إليه عملية التعليم التقني واستخدام التقنية الحديثة في المجال التربوي والتعليم باستخدام الواقع الافتراضي وتسخيره في خدمة أبنائنا الطلاب. سعادة الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري المحترم، المهندس جميل بن سالم العاصمي مدير دائرة تقنية المعلومات المحترم، الأستاذ زاهر بن سعيد الصخوري مدير المدرسة المحترم، معلمون الأفاضل، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إنه من دواعي سرورنا أن نلتقي اليوم في صلح من صفوح التربية والتعليم، صالح مدرسة الإمام سيف بن سلطان بالصفوف 11 والثاني عشر. إن عملية التعليم لا تتوقف عند حد معين، فهي عملية متجددة متسارعة، حيث أن المعارف والعلوم تواكب متطلبات العصر. ومن هذا المنطلق دابت مدرسة الإمام سيف بن سلطان لمواكبة هذا التطور وهذا التحديث، وما وجودنا اليوم في هذا المركز إلا دليل على ذلك. الواقع الافتراضي أو الـ VR تقنية رقمية توفر بيئة ثلاثية الأبعاد تحيط بالمستخدم وتستجيب لأفعاله بطريقة طبيعية. من التحديات التي تواجه الفرد في تصميم شكل المبنى أو المنزل وتنسيقه هو عدم وجود الخبرة الكافية في تصور الشكل النهائي، لذلك تأتي تقنية الواقع الافتراضي عبر إمكانية تصور وتجربة تنسيق المبنى وكما لو كان في الواقع قبل الشروع في التنفيذ الفعلي. ندعوكم الآن لزيارة المركز التقني للتعرف على أهم التقنيات الموجودة به، فتفضلوا مشكورين. وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد العالم الآن تطور تكنولوجي، و قامت مدرسة الإمام سيد بن سلطان بعمل باكورة للمراكز التقنية على مستوى المدارس. فاليوم سعدنا بافتتاح المركز التقني بمدرسة الإمام سيف بن سلطان، وذلك لإشراك الطلبة في هذا الواقع الافتراضي. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والتيسير والنجاح إن شاء الله. إنما لمسناه في المركز التقني بمدرسة الإمام سيف سلطان فعلا جهود أشكر عليها الجميع، بداية من إدارة المدرسة، الأخوة، المعلمين، أبناء الطلبة الذين فعلا أثلقوا صدرنا من خلال نشاطهم ومن خلال معرفتهم الكبيرة بالتقانة، رغم حدثتها، ولكن تمكنهم في أداء المتمكن على هذه الأجهزة. الشكر موصول أيضا لشركة دليل وشركة الأنجي على دعمهم المتواصل لأبناء سلطنة عمان عامة ولأبناء محافظة الظاهرة خاصة.